لا سنتحدث عن بعد من أبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي العيش بين عالم الغيب والشهادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين هذين العالمين، وكانت من أعلى وظائفه التبليغية أن يخبرنا عن عالم الغيب، ذلك العالم المغيب الذي لا يستطيع العقل أن ينفذ إليه. أعظم وظيفة للرسل أن يخبروا الناس بما لا تستطيع عقولهم أن تبلغه، عن حقيقة الإله، أسمائه وصفاته، عن عالم ما بعد الموت، عن عالم مخلوقات لا تدركها أبصارنا كعالم الملائكة والجن وعالم الروح. والمبلغ لا بد أن يكون شاهدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والشاهد يشهد بما شهد. من هذه الناحية يمكن أن نقول أن عالم الغيب بالنسبة لرسول الله هو من عالم الشهادة، لأنه يتكلم عن حقائق رآها بعينه وبذاته وبقلبه وبروحه. صعد إلى سدرة المنتهى ورأى ما رأى، ورأى من آيات الله الكبرى، ورأى جبريل على حقيقته، وذكر النار ووصفها لنا، وذكر الجنة أيضا ووصفها لنا، وتحدث عن عالم الملائكة وعالم الجن. كان يعيش ذلك كله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك تحمل حياته البشرية. عظمة هذا المخلوق، هذا الإنسان، أنه رأى من الحقائق ما تذهل العقول، لكن بقي بشرا عاديا. إنما أنا بشر مثلكم، هنا السر. هو بشر في الحقيقة مثلنا في طبيعته، لكن ليس كمثلنا في مقامه. بعض الناس يأخذون هذه الآيات ويرونها انتقاصا في حق رسول الله، بل هي عظمته صلى الله عليه وسلم.
رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من جحيم، بل صعد إلى مقام لا يصله حتى جبريل، بل روي أنه رأى ربه في المنام، وبعضهم قال أنه رأى ربه يقظة، وذلك لا يستبعد في حقه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إليه الغيب حقيقة مشهودة، لذلك لا يمكن لأحد أن يبلغ يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عاش كإنسان عادي تماما. وكان مطلعا أيضا على ما غيب من نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يعرف ما يخارج النفوس، كان يرى في الظلام ويرى من خلفه كما وردت بذلك الأحاديث، وكان يعرف الناس ومقاصدهم ونياتهم. فالغيب بالنسبة إليه مشهود، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم وقف مع الظواهر، وكان لا يحكم بالبواطن، يعرف ما يجول في النفوس، ويعرف المجرم من غير المجرم، لكن عندما يتعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وفيهم التقي وغير التقي، بل هناك المنافقون، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول أمرنا أن نحكم بالظواهر حتى لا يفتح بابا على أمته أن يحكموا بالغيب رجما بالغيب وبالظن، فتضيع الحقوق وترتبك الحياة. نعم عنده خاصية، لكن بما أنه أسوة يتأسى به الناس، ألزم الناس بأن يحكموا بما سمعوا وما رأوا، والله يتولى البواطن. هكذا ينبغي أن يعيش المسلم مع زوجته مع أبنائه ومع أصدقائه ومع أحبابه وحتى مع أعدائه، يحكم بما ظهر، أما ما بطن فذلك مكفول، والشريعة لا تحكم على القلوب، الله يحكم في مثل هذه القضايا المغيبة. إنما أنا بشر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وإنكم تختصمون إلي، لأنه كان قاضيا في نفس الوقت، كانت له وظائف كثيرة، كان رسولا مبلغا، كان حاكما، كان مفتيا، كان قاضيا يقضي بين الناس، هذه وظيفة خاصة. إنما أنا بشر، والقاضي بشر، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، مع أنه إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وكان صلى الله عليه وسلم من المتوسمين. المتوسم هو الذي يقرأ من الظواهر ما تمكن في البواطن، لا سيميولوجي، لكن أراد أن تكون شريعته تحكم الدنيا بالظواهر، مع أنه كان يعلم، وجاءت في حديث كثيرة كان يعرف المجرم ويقول لولا الشريعة لحكمت عليه بكذا وكذا، لما أعلم من حقيقته، لكن يلتزم صلى الله عليه وسلم في
إدارة الحياة الدنيا بين الناس بالشريعة، والشريعة أخلاقا وأحكاما وفقها لا تحكم إلا ما ظهر من الأقوال والأفعال والتصرف. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد يكون الحالف كاذبا، وذلك شأنه مع الله، لكن بيسا كونفيكسيون. لذلك حكم القضاء حكم خاص، ولذلك القاضي في الإسلام لا يحكم باسم الله ولا باسم الإسلام ولا باسم الوطن ولا باسم المذهب، إنما يقضي باسمه هو. حاكم في الإسلام سي با لا بوش لا لوا، يعني او نو دي بوبل. هنا في فرنسا القاضي يحكم باسم الشعب، باسم لا ريبوبليك، يعني حتى إذا أخطأ أخطأت معه لا ريبوبليك. ولذلك لا ريبوبليك هي كتخلص لفوت ديال القاضي. في الإسلام القاضي لا يحكم إلا بحكمه هو. لذلك الرسول قال إذا حكمت فأنزل القوم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله ورسوله فلعلك تخطئ في الحكم. لكن هذه أمور الإسلام قننها وشرعها، وإلا ضاعت الحقوق وكثرت الدعاوى والاتهامات وارتبكت حياة الناس. لا بد بتقنين الناس ولو حصل نوع من الظلم. أما الرجم بالغيب والظن وكذا تضيع الحقوق. بحال لو ديتكتور دو مونسونج، دوك عندهم في امريكا عندهم يعني واحد الآلة، يعني إذا كتكذب كتبان. في الإسلام هذا ما خليه يكذب، لكن يتحمل عند الله كذبا، والكذاب لا يفلح. ولتعلموا أن في الدنيا عدل. ردوا بالكم، يعني هناك بعض الناس يظنون أن العدل سيكون فقط في الآخرة، لكن بعض العدل قد يكون في الدنيا. لا يحق المكر السيء إلا بأهله. الذي يفعل الشر ينقلب عليه عاجلا أم آجلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بأن في علاقته مع الآخرين عاد القضاء، حتى في التعامل مع الناس تتعامل على حسب ما قال الإنسان وما فعل. أما الدخول في النيات فالنيات تتغير، الإنسان بنفسه ما عارف النية دياله. يعني هذاك اللي كتكلم معاه وكتحكم عليه هو الراجل ما متفقش مع راسه، اليوم الشتاء غدا الصيف، والله أعلم بالناس من أنفسهم. لا تحكم على البشر. اليوم راهو باهي مزيان، غدا حال حوال. لكن أنت في علاقتك مع الناس ومع نفسك ومع الآخرين ينبغي أن تحكم في علاقتك مع الناس ما ظهر لك للناس، ولو علمت بنوع من التخمين وبعض الظن، ولو أن بعض الظن إثم، أن المسألة ليست كما يظهر للناس، لكن كما قال عمر بن الخطاب من خدعنا في الله خدعنا له. واحد يقول والله ما درت، يا أخي حلفتي بالله صافي، شغل نقول لك حلفتي بالله صافي وكلنا عليك الله اللي حلفتي به والسلام. ولا الفيلم يتقال هنا. والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قدوة تامة مع علمه صلى الله عليه وسلم ببواطنه. الإمام السبكي كتب كتاب يؤكد فيه هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على أحوال وبواطن أصحابه، كان يعرف من سيخونه، وكان يعلم من سيفسد في الإسلام، حتى أنه أصر بشيء من ذلك إلى بعض أصحابه
كحذيفة بن اليمان وكأبي هريرة قال لقد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وهذا في الصحيح، وعاء أبثه فيكم بثا. هناك بعض الأحاديث كنقولها لكم سمعتها من رسول الله، ونوع من الأحاديث إن قلتها لكم قطعتم مني هذين، لأنها تخبر على أشخاص سيفعلون ما يفعلون وكذا، وتحقق ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن لم يحكم على هؤلاء مع علمه أنهم سيفسدون فسادا كبيرا في الأمة، فساد عظيم، فتنة الكبرى التي أسالت الدماء بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وكان يعرف أسماء وكان يعرف قبائل ستنخرط في هذه الفتنة الكبرى، فأصر ذلك إلى بعض أصحابه حتى لا يتخذ الناس مثل هذا أنواع الديزانفورماسيون، أنواع الأخبار كأنها مرجعية في الحكم على الناس قبل أفعالهم، نحن نحكم على أفعال الناس وأقوالهم. والبينة، ولذلك جاءت أحكام القضاء الشهادة والبينة والقرائن نسخكسيو دي دوسي، وهذا عمل القاضي، وأنت لست قاضيا. يجيو جوج الناس يقول لك حكم بيناتنا، شكون انت؟ واش من فورماسيون؟ القاضي تفتش، القضاء عنده احكام، القضاء الاحكام عنده قضاء، لي بروسيدور في الاسلام تصلح، نعم تصلح بين الناس، تصلح بين الناس هذا مطلوب، اما عن تقضي بين الناس فهذا مقام يتطلب مؤهلات شرعيه واخلاقيه، يكون عندك بوفوار كورسيتيف، عندك ماشي تقضي ومن بعد ما القضاء ديالك ما يتبخر في السماء. وحنا هنا في فرنسا الامام ليس بقاضي ولا الداعيه ليس بقاضي، القضاء كاين التريبيونال، حنا هذا هو القاضي هو اللي فيريفي لي زانفورماسيون وكذا وكذا. انا ما عندي كومون جو بعض الناس المساجد ولا المساجد ديالها دي تريبيونو، كيجيو عند الامام مسكين الامام ما عارف الليف من الباء، ما قاري ما فاهم في القضاء وكذا، يقول لك انت غلطتي وانت ما غلطتيش، وانت شكون اللي فوضك انك تحكم بين الناس؟ عندك مشكله في الكوميرس، يمكن ان تقول الشرع هكذا يكون قضية القضايا الماليه والتجاريه والزواج طلاق هكذا يقول، انت تفتي، المفتي ليس قاضي، المفتي يقول الراي الفقهي، أما تطبق رأيا فقهيا على الناس فهذا من أحكام القضاء، وأحكام القضاء لها شروطها ومؤهلاتها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئكم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.